بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، إنما حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وكمان في نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وفي فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها خلال اليوم. احنا طبعا يمكن احنا بدأنا نشهد التكرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، استمرار الأجواء الخريفية على أغلب المحافظات ودرجات الحرارة اللي تعتبر حول المعدلات التقاعية لها في مثل هذا الوقت من العام، كمان انخفاض درجات الحرارة الملحوظ فترات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. ما زلنا بنتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فبتحيي جزء من أشعة الشمس، فبالتالي بتساعد على إحساسنا بالأجواء الخريفية. المنخفض الجوي ده مكمل معانا لحد إمتى يا دكتور؟ هو المنخفض الجوي ده مكمل معانا يمكن على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم إن شاء الله، ويمكن كمان مع بداية الأسبوع اللي جاي يتعمق أكثر داخل جمهورية مصر العربية، فيبدأ يحصل معاه مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، وأيضا فرص الأمطار تبدأ تزيد على المناطق الساحلية. اليوم متوقع أن مع المنخفض الجوي تكون فرص الأمطار اللي موجودة هي فرص أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم ومنطقة دون الأخرى، مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، بالإضافة كمان زي ما قلنا في الأول استمرار درجات الحرارة اللي تعتبر حول المعدلات الطبيعية، وعظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن هي تكون ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية، فبالتالي في أجواء خريفية نقدر نقول عليها مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، أجواء نقدر نوصفها معتدلة تماما على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء ما بين حارة لشديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة الوقت اللي بنسجل فيه أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل درجات الحرارة بتبدأ تنخفض، وبتنخفض كمان بشكل كبير وبشكل ملحوظ في ساعات الليل المتأخر يعني فترات الفجر والساعات الأولى من الصباح، بتبقى الأجواء فيها نقدر نقول عليها أجواء مائلة للبرودة، بدأنا نحس بالبرودة في الأجواء المتأخرة من الليل أو فترات الصباح الباكر، بالإضافة كمان الشبورة المائية ما زالت ظاهرة جوية بتأثر علينا فترات الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي أيضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا مع الساعة 8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ تختفي، الرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. كمان نشاط الرياح اللي موجود معانا اليوم هو نشاط رياح نسبي غير مثير لاي رمال واتربه، سرعته نسبته كام في المية يا دكتور؟ سرعات الرياح ما بين 30 الى 35 كيلو متر على الساعه، هيؤدي لمزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحراره، ما فيش منه مشاكل تماما، مش هيأثر على اي اعمال انشطه يوميه او كمان هيأثر على حركه الملاحه البحريه، لان كمان حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط معتدله، بحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، يعني الاحوال الجويه مستقره تماما ونقدر نستمتع بالاجواء. اللي بنتكلم فيه ان المنخفض الجوي ما متوقع مع يوم السبت المقبل ان شاء الله يتعمق اكثر، يعني يبدأ يأثر على المناطق الداخلية في جمهورية مصر العربية، يبدأ معاه انخفاضات طفيفة في قيم درجات الحرارة عظمى على القاهرة الكبرى توصل ل 28 درجة مئوية، ده متوقع يوم السبت اللي جاي إن شاء الله، والأمطار تبدأ كميتها تزيد عن الخفيفة وتتحول لأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، ومتوقع كمان إن هي قد تمتد للمناطق الداخلية، يعني ممكن توصل لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ده بسبب تعمق المنخفض الجوي، لكن دايما إحنا بنقول في فصل الخريف، فصل الخريف هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة والتغير الدائم في خرائط الطقس، عشان كده احنا بننصح كل الساده المواطنين مهم جدا يوميا
نتابع تحديثات النشره الجويه اللي بتصدرها الهيئه العامه للارصاد الجويه، لان وارد جدا كميات الامطار تزيد او تقل مع اختلاف الايام. بالاضافه كمان مهم جدا ناخد بالنا من نوعيه الملابس فتره الصباح الباكر، الطلبه وهم رايحين المدارس او الاطفال وهم رايحين المدارس مهم جدا نبدا نرتدي الملابس الخريفيه، يبقى معانا جاكيت خفيف نرتديه لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر او لو بنرجع من اشغالنا فترات الليل المتاخر. بالاضافه كمان تكون القياده بهدوء تام فتره الصباح الباكر مع تكون الشبوره المائيه. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 30 والصغرى 22، العاصمه الاداريه 30 21، اسكندريه 27 21، العلمين الجديده 26 21، مطروح 27 20، دمياط 28 22، بورسعيد 27 22، والاسماعيليه 30 20. السويس العظمى فيها 30 والصغرى 21، العريش 29 20، كاترين 25 16، طابة 31 24، حلايب 32 26، شلاتين 34 25، شرم الشيخ 34 26، الغردقة 33 25. الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 20، بني سويف 31 20، الوادي الجديد 33 20، أسيوط 31 19، سوهاج 34 21، قنا 36 22، الأقصر 35 23، وأخيرا أسوان العظمى فيها 35 والصغرى 24. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية لأحمد ومنا نكمل معهم بأي فقرات. وانت عارفة طبعا يا لميا أنا هلتزم بالتعليمات. لازم تلتزم بالتعليمات، بالليل بس البس حاجة خفيفة. بس الموضوع بيبقى فيه نسمة برودة شوية بالليل. البس حاجة خفيفة فوق اللي انت لابسه يا أحمد. حاضر، هسمع الكلام. صباح الخير. صباح الفل.